انتوا عارفين يعني ايه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اسمع، يعني ببساطة كده سيب اللي يتكلم عنك يتكلم، واللي بيقول فيك ما ليس فيك يقول، وسيب اللي كل همه انه يوقع بينك وبين الناس، واللي حتى بيقرب منك علشان يضعفك، وكمان سيب اللي بيوعدك علشان يوقعك ويخرب حياتك. ايوه سيبهم سيبهم ولا تشغل بالك بيهم ابدا. اما بقى واهجرهم هجرا جميلا، دي بقى باختصار كده يعني انساهم وما تفكرش فيهم، ما تشغلش بالك ولا تاخد حتى من وقتك دقيقه علشان تجيب حقك بايدك. ما تشغلش بالك بيهم وانساهم انت. هتقولي طب ليه انساهم؟ هقولك علشان ربنا ما بينساش حد، ربنا ما بينساش اللي اذاك، ربنا ما بينساش اللي وجعك، ربنا ما بينساش اللي جه عليك وكسرك، ربنا ما بينساش ولا يغفل عن اي شيء حصل معاك سواء حلو او وحش. وساعتها هتلاقي القدر بتاع ربنا بيتدخل، ومن غير اي مجهود منك هتلاقي كل الحسابات بتخلص وحقك بيرجع لك لحد عندك من غير ما تبذل اي مجهود. كمان ساعتها ممكن انت تكون نسيت حقك اصلا، فانت ما تنساش ان ربنا وعدك بده، ووعدك ان حقك هيجيلك هيجيلك. اوعى تقلق ودايما خليك مطمن. في الاخر بقى ما تنساش، لو عجبك الفيديو وعجبك الموضوع وعايزني استمر في تقديم نفس النوع، ما تنساش تعمل لايك وشير وتدخل تتابعني وتشترك في قناة اليوتيوب، هتلاقي اللينك في أول كومنت. سلام عليكم.